السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت: أوامر ومراسيم ملكية بتعيينات في الشباب والرياضة والبلديات والمواصلات. ناصر بن حمد: الطلبة والطالبات تجاوزوا التحديات نحو انطلاقة جديدة. التربية تعتمد نتائج الشهادات في المراحل الدراسية، والبنات يكتسحن لوحة الشرف. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: التماس إلى جلالة الملك المفدى أيده الله لاستمرار حزمة الدعم. السي إن إن تبرز إنجاز مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تشغيل أول مصنع للأدوية بمنطقة الحدة الصناعية في شهر سبتمبر المقبل. وإلى صحيفة الوطن والتي أوضحت: سفير القاهرة لصحيفة الوطن: تأييد البحرين لمصر بشأن ليبيا موقف عربي أصيل. وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت فعاليات: البحرين تشهد طفرة إسكانية كبيرة بفضل الجهود الحكومية. إطلاق التحالف الدولي للصغيرة بمملكة البحرين. نبدأ الجولة الإخبارية اليوم مع الملف الأبرز لصحافة مملكة البحرين، وهو فرحة نجاح الطلبة. وقبل أن نبدأ نبارك لأولياء الأمور والطلبة من مختلف المراحل على النجاح الباهر الذي قاموا به خلال هذا الظرف الاستثنائي. صحيفة الأيام مشاهدينا بيّنت أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التقى عددا من الطلبة والطالبات المتفوقين، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي، مثمنا سموه جهود الطلبة من أجل مواصلة التحصيل العلمي والتفوق الدراسي في ظل جائحة فيروس كورونا. فيما لفتت صحيفة الأيام أن الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم اعتمد نتائج المراحل الثانوية العامة والإعدادية، وأظهرت النتائج أن معدل نسبة النجاح في المستوى الثالث الثانوي قد بلغت 97.9%، وبلغ عدد المتفوقين من الطلبة 783. أما على مستوى المرحلة الإعدادية العامة فقد بلغت نسبة النجاح العامة 97.8%. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا للكاتب محميد المحميد من صحيفة أخبار الخليج، والذي جاء بعنوان: في نهاية العام الدراسي تحية لأولياء الأمور، فإلى أبرز ما جاء فيه. مع أعلان نتائج المراحل الثانوية العامة والتعليم الفني والمهني والإعدادية والإيذان بنهاية العام الدراسي، يستحق أولياء الأمور التحية الخاصة على ما بذلوه من جهود استثنائية مضاعفة فرضتها الظروف الاستثنائية، وكانوا على قدر المسؤولية ومواكبة الحدث الاستثنائي من أجل صالح أبنائهم وبناتهم. هذا العام الدراسي على الرغم من كونه عاما دراسيا استثنائيا لن يمحى من ذاكرة الجميع، فقد أثبت كفاءة وزارة التربية والتعليم وجاهزيتها وإصرارها على استكمال العام الدراسي، ونجحت في التحدي بامتياز. هذا العام الدراسي شهد جهودا كريمة وأعمالا جليلة للمعلمين والمعلمات والطاقم الإداري والفني في المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك في الوزارة خصوصا كانت هناك تضحيات لجنود مجهولين يواصلون العمل ليل نهار من أجل ضمان نجاح استمرارية التعليم. هذا العام الدراسي كذلك
أثبت قوة ومتانة قاعدة التعليم في مملكة البحرين، وهو الأمر الذي يحسب للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله. بقي أن نبارك لأبنائنا وبناتنا بهذا النجاح والتفوق، وعليهم أن يتذكروا دائما أنهم أعضاء في فريق البحرين الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هنيئا لأبنائنا وبناتنا المتفوقين. اللقاء الرفيع الذي تشرفوا به مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي بث في الجميع روح الولاء والانتماء وحب الوطن وخدمته والتفوق من أجله. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن الطالبة زينب إبراهيم، والتي استطاعت قهر الظروف والتحديات، تمكنت من الحصول على 100% في الشهادة الإعدادية مع 2 من الطلبة بنفس المرحلة والمعدل. زينب تحدثت إلى صحيفة أخبار الخليج بعد إعلان النتائج وعبرت عن فرحتها الكبيرة. كما ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن الطالبة هدى عبد الله تصدرت لوحة الشرف في شهادة الثانوية العامة بعد حصولها على نسبة 99.8% في قسم الفيزياء والرياضيات من مدرسة سار الثانوية للبنات. وحول أبرز ما جاء في الصحف المحلية حول فيروس كوفيد-19، نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب كشف عن قيام مجموعات ونخب اقتصادية ومجتمعية برفع ما أسموها بصحيفة التماس إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، يطالبون فيها باستمرار حزمة الدعم الاقتصادي التي طرحتها الحكومة خلال 3 أشهر الماضية. نشرت صحيفة الوطن أن مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة قال إنه تم تسجيل 6128 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية، وذلك منذ بدء تطبيق القرار. نقرأ من صحيفة البلاد أن المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفطالة أعلنت عن إطلاق مبادرة يوم العميل الافتراضي الرامية لتعزيز التواصل بين البلدية والجمهور عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين بتقديم مقترحاتهم ومبادراتهم. نشرت صحيفة الأيام أن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أشادوا بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مثمنين فعالية شبكة الأمان الاجتماعي بالمملكة وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات. بقلم الكاتب فيصل الشيخ نقرأ مقالا بعنوان لإنقاذ الاقتصاد والسياحة ما هي الحلول، فإلى سطور هذا المقال. السياحة في البحرين أحد الموارد الاقتصادية الهامة التي تصب في الدخل العام، وما حصل بسبب كورونا كوفيد-19 أثر على وضعها العام، في حين سبب أزمات وخسائر كبيرة للعاملين في هذا القطاع، الأمر الذي يهدد كثيرا منهم بتداعيات سلبية من ناحية القدرة على الاستمرارية أو القدرة على استيفاء الالتزامات أو المطالبات المالية وغيرها من تأثيرات. الدولة قدمت دعما لهذا القطاع سعيا
لحماية المشتغلين فيه وللحفاظ عليه حتى تتحسن الأمور بشأن إجراءات الغلق والتقليص من الأنشطة بسبب الفيروس. لكن الوضع لا يمكن له الاستمرار على ما هو عليه الآن بسبب الأضرار الجسيمة التي ستضرب في هذا القطاع والمشتغلين فيه، وستعود بالضرورة على اقتصاد البلد أيضا. لذلك نتفهم دعوة خبراء السياحة لضرورة وضع حلول وطرق لإعادة فتح المطاعم والمرافق السياحية، إضافة لفتح جسر الملك فهد مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، إذ أن استمرار تكبيل الفيروس للسياحة والاقتصاد سيقود لأضرار مستقبلية قد يكون وقوعها أمرا خارج نطاق السيطرة. وإلى الأخبار المنوعة لهذا الصباح، حيث نقرأ من صحيفة الأيام أن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دروموند أكد في تصريحات لصحيفة الأيام التزام بلاده بالعمل مع مملكة البحرين لمكافحة جريمة الاتجار بالأفراد، مشيدا بما حققته مملكة البحرين من موقع ريادي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأفراد. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرة أعلنت عن تشغيل أول مصنع للأدوية بمنطقة الحدة الصناعية في شهر سبتمبر القادم، كما تم الإعلان عن مصنع ثاني متخصص في صناعة الحقن الطبية، ومن المؤمل أن يبدأ العمل في الربع الأول من العام 2021. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن موقع CNN الأمريكي أبرز الإنجاز الذي أحرزته مملكة البحرين بحفاظها على تصنيفها في الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. من يعادي السعودية ومصر سيعيش كقطعة زجاجية يسهل كسرها، عنوان مقال للكاتب أسامة المجد والذي نشر في صحيفة البلاد، وقال ما يلي: المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أكبر من كل كلمة وأعظم من كل تعبير، ولهما الدور الأكبر في رفعة شأن الإنسان العربي وكرامته في كل زمان ومكان، فهما الداعمان الأساسيان للسلام والاستقرار ومسيرة التضامن العربي ووحدة الأمة العربية. السعودية ومصر الزعامة الحقيقية والقوة القادرة عن جدارة على دفع الأذى والمؤامرات عن الأمة العربية مهما توسعت قوى الشر في هجومها ومسيرتهما على دروب التاريخ. السعودية ومصر جعلتا العروبة محصنة ضد المؤامرات وسدت الفجوات أمام قوى الباطل ومطامع المغامرين، وتحملتا القسط الأكبر من الآلام والمعاناة في سبيل أمتنا العربية وتماسكها. باختصار، من يعادي السعودية ومصر سيعيش كقطعة زجاجية من السهل كسرها والتخلص منها في أي وقت. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد، وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.